يلا تجيني إن شاء الله الاستاتيستيك وما هو بالعربية العلم ديال الإحصاء، يعني تكون عندنا واحد المجموعة من المعطيات على واحد المجموعة ديال الناس ولا النقاط ولا التلاميذ ولا شي حاجة كتسمى الساكنة الإحصائية. يعني أول حاجة قبل ما نهضروا على هذا الشيء اللي كتشوفوه هنايا قدامكم، هاد ليفيكتيف ولا فريكونس وهذا الشيء، نضرب على شنو هي ان سيري، شنو هي ان سيري ستاتيستيك، هي الساكنه الاحصائيه بالعربيه، هذيك الحاجه اللي كندرسوا. مثلا كندرسوا واحد المجموعه ديال النقط ديال التلامذ، في هذه الحاله هذوك النقط ديال التلامذ هما اللي كيتسموا ان سيري ستاتيستيك. اول حاجه غادي نشوفوها بالنسبه لهاد لي سيري، هما هاد المميزات ديالهم ولا شي خصائص ولا دي بروبريتي ولا سميهم اللي عجبكم. اول حاجه معانا اليوم ليفيكتيف، شوفوا شنو هو ليفيكتيف ديال اون فالور ولا اون دوني دون سي سيري ستاتستيك. بحال دابا هنايا هاد المثال، يعني كل مثلا هاد تيمثلوا العدد ديور، مثلا كاينين الناس اللي عندهم غير واحد خوف، وهنا واحد الاخ مثلا هنايا ثلاثه ديور عندنا فيهم اخ، هنا عاد ثاني جوج اخوه يعني في جوج ديور، اربعه ديور فيهم ثلاثه، هذه واحد الطرف فيها اربعه ديال الى اخره. اول حاجه خصنا نعرفوها هي كيفاش نستفوا لي دوني ديال اون سيري ستاتيستيك في واحد الجدول، هاد الجدول تيتسمى الجدول ديال ولا كيفاش ننظمو. كتمثل لنا هاد لافالور، كتمثل لنا العدد ديال الاخوة مثلا، واحد جوج ثلاثة حتى لتسعود كما كتشوفوا هنايا. ليفيكتيف هو العدد ديال الديور مثلا اللي فيهم واحد الاخ، ولا العدد ديال الديور عاوتاني اللي فيهم جوج، هذا كيتسمى ليفيكتيف دو لافالور، ليفيكتيف دون فالور دوني. عقلوا عليه مزيان، هذا اللي كيكون تحت لا فالور تيكون خاص بلا فالور، ها هو ليفيكتيف دون فالور، ليفيكتيف دون فالور دوني هو هذا، هو هذا. وكاينه شي حاجه سميتها ليفيكتيف توتال، يعني شحال العدد ديال الاخوه اللي عندنا في المجموع كامل، هاد الثلاثه ديور فيهم واحد، يعني نحسبوا ثلاثه الاخوه هنايا زائد جوج شحال تعطينا خمسه، زائد 4 شحال تعطيها 9، زائد 1 هي 10، زائد 2 هي 12، زائد 6 هي 18، زائد 2 هي 20، زائد 2 22، زائد 1 23. هذيك 23 هي اللي كتسمى ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف توتال 23. في هذه الحاله ليفيكتيف توتال كيساوي 23، هو ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف توتال طال. أستاذ أستاذ خليو الأسئلة منصف، شي سؤال قيدوا لا عليه. أستاذ أستاذ غير أستاذ، حيت أستاذ قبيلة تعكس ليا شوية أستاذ، ما الله جن ما غير باش زعما يبقى مسجل الفيديو منظم، باش ننسى لي دغيا هاد الثلث ساعة، باش ما تكونش فيها الهضرة ديك الساعة اللي بيشوف الفيديو حيت تلوحو في اليوتيوب، ديك الساعة اللي بي ديك الساعة نبداو المناقشة عاود ثاني، ماشي مشكل نعاودو داكشي اللي ما فهمش. يلا قلنا هذه كتسمى ليفيكتيف ديون فالور 3، مثلا ليفيكتيف دو لا فالور 1، مثلا هذه 6 سي ليفيكتيف دو لا فالور 6، هذه 2 سي ليفيكتيف دو لا فالور 8، هاد 23 هي المجموع ديال هاد لي زيفيكتيف، المجموع ديالهم كيتسمى ليفيكتيف توتال. شوفوا واحد ليكزومبل باش تفهموا مزيان، زيدوا تفهموا مزيان. عندنا هنايا مثلا واحد الالوان ولا اقلام ملونه ولا دي تيشيرت ولا شي تريكوات، عندنا جوج زرقين بلو بلو، واحد فير واحد نوار واحد غوج، واحد فير واحد بلو واحد نوار واحد. ليفيكتيف توتال بالنسبه لهاد لا سيغي، عقلوا على هاد الكلمه سيغي ستاتيستيك، متتاليه او متسلسله احصائيه،
عندنا الافكتيف توتال هو بيكون المجموع ديال هذوك التريكوات اللي عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 9 اللي عندنا يعني الافكتيف توتال هو 9 الافكتيف دابا ديون فالور فاش كنبيعو الافكتيف ديون فالور كنمشيو لواحد لا فالور كنحسبوا العدد اللي عندنا فيها مثلا بينا بلو نحسبوا شحال من بلو عندنا 1 و 2 3 يعني الافكتيف دو لا فالور بلو هي 3 هاي مثلا فير شحال عندنا من فير 1 و 2 يعني عندنا 2 يعني لا فالور الافكتيف دو لا فالور فير هي 2 بان لكم دابا الفرق ما بين ليفيكتيف ديون فالور وليفيكتيف توتال هذه واحد الهضره مزيان دابا فتنا هذه المرحله نمشيو نزيدو واحد ليكزامبل اخر ونمشيو نشوفو شي حاجه مثلا عندنا هنا القسم ديالكم الطول ديال مثلا نتوما شحال العدد ديالكم ما عرفتش نقولوا مثلا هذا الطول ديال القامه ديالكم كاين اللي عندهم متر 40 كاين اللي عندهم متر 70 كاين اللي عندهم متر 50 الى اخره كناخذوا مثلا حنايا متر 40 نشوفوا شحال من واحد عندنا هنايا ها واحد ها جوج ها ثلاثة يعني ثلاثة اللي كاين داكشي اش كنديروا هنايا ثلاثة قال لك متر 40 3 فوا دون لا ليست يعني هاد لا ليست كاينه فيها متر 40 ثلاثة المرات هادي كتسمى ليفيكتيف دو لا فالور متر 40 احنا دابا هضرنا شويه على ليفيكتيف ديون فالور ليفيكتيف توتال هضرنا عليه مازال خاصنا واحد ليفيكتيف شنو هو ليفيكتيف اكوميلي كرواس ليفيكتيف كوميلي كرواس هو هذا اش كيعني هاد ليفيكتيف كوميلي كرواسون كنهزو هادوك لي فالور اللي عندنا كنصفوهم يا اما من الكبير للصغير او لا من الصغير للكبير على حسب شوف انت شنو بيتي ولا شنو اللي معطيك في المعطيات كنصفوهم كنديروا ليفيكتيف ديال كل واحد فيهم وكنبقاو تنجمعوا في هذا ليفيكتيف تاتي باش نمشيو دقه دقه هذا ليفيكتيف وكاين هذا ليفيكتيف كوميلي كرواسون اف سي سي ها هو الرمز ديال او سي سي ليفيكتيف كوميلي كرواس في المره الاولى شحال تجمع عندنا من فالور عندنا 4 ديال هاد لا فالور 10 كنحطوها هنا هادين هو اللي كيتسمى لا فالور ايفيكتيف ولكن هنا تنجمعوا كاع من هاد الخانه من هاد السطر ونتراجع اللور كنجمعوه وكنحطوهم هنايا 7 زائد 4 11 هي هادي كنوصلوا عاوتاني هاد الخانه كنجمعوا كاع هادشي اللي لهاد الجهه الاخرى 9 مع 7 مع 4 شحال تولي عندنا 7 مع 4 هي 11 نزيدوا عليها 9 حتى تولي 20 هاد الخانه الاخرى هي اللي كتعطينا ليفيكتيف توتال ليفيكتيف توتال اللي عندنا وهادو كيتسموا لي زيفيكتيف كوميلي هذا كيتسمى ايفيكتيف كوميلي كرواسون هذا كيتسمى ايفيكتيف كوميلي كرواسون هذا ايفيكتيف كوميلي كرواسون وكل واحد فيهم تيناسب واحد لا فالور هذا ايفيكتيف كوميلي كرواسون دو لا فالور 20 هذا استاذ ما فهمت كوميلي كرواسون واخا نمشيو للاسئله زياد غير قيد عندك السؤال قيد عندك هذه كتب او سي سي باش ما نطولش عاوتاني الفيديو قيد عندك هذا او سي سي حتى من بعد نعاودو شفت معاك ورقه وستيلو وقيد فيها الاسئله ديالك حيت دابا مبيتش نخلط عاوتاني الاسئله مع الدرس باش يبقى الفيديو حتى اللي بيعاودو في اليوتيوب تيلقى الدرس مجموع بوحدو دابا هضرنا شويه على ليفيكتيف قلنا فيه ثلاثه الانواع كاين ليفيكتيف هاد واحد هضرنا فيها على ثلاثه الحوايج هضرنا على ليفيكتيف ديون فالور واحد هضرنا على ليفيكتيف توتال وهضرنا على ليفيكتيف كوميلي كرواسون ليفيكتيف كوميلي كرواسون ليفيكتيف كوميلي كرواسون هضرنا على ليفيكتيف توتال هضرنا على ليفيكتيف توتال وهضرنا على ليفيكتيف ديون فالور او في عقلوا على هادو مزيان ايفيكتيف ديون فالور هو اللي كنلقاو تحت من لا فالور مثلا عندنا درنا هذاك المثال ديال الطول القامه ديال واحد القسم الا هزينا مثلا هذوك الناس اللي عندهم متر 40 في الطول ديالهم هذه كتسمى فالور ايفيكتيف ديالها هو العدد ديال هذوك الناس اللي عندهم متر 40 مثلا لقينا ثلاثه الناس عندهم متر 40 هذيك ثلاثه هي اللي كتسمى ايفيكتيف دو لا فالور متر 40 ايفيكتيف توتال هو المجموع ديال التلاميذ شحال عندك في هذاك القسم ايفيكتيف كوميل هذا تيختلف كنهزو لا فالور الاولى اللي عندنا في الجدول هذاك داك ايفيكتيف اللي عندها تحت منه كنحطو ايفيكتيف كوميل كرواسون هو نيت هذيك القيمه اللي كنهبطوها لتحت من بعد كنزيدو عليها هذه مثلا كانت عندنا هنايا 4 وهنا كانت عندنا 9 كنديرو 9 مع 4 هي 13 يعني ايفيكتيف كوميل ديال هذه هو 13
وانت غادي كتجمع وشحال انت غادي كتجمع هادوك لي لي زيفيكتيف دون فالور كيبقاو تيعطيوك لي فيكتيف كوميلي كرواسون كيتسمى بالعربيه الحصيص المتراكم كتبقى تزيد عليه كتهز هذيك لا فالور الاولى كتحطها لتحت كتزيد عليها لا فالور الثانيه وصلتي لا فالور الثالثه عاوتاني كتزيد الاولى والثانيه والثالثه وهي غادي لي فيكتيف توتال كتجمع لي فالور كاملين مزيان حتى لهنا اللي عنده شي سؤال يقيدوا في ورقه دابا نرجعوا للاسئله نمشيو للجوج لا فريكونس هضروا شي شويه على لا فريكونس كنهزوا القاعده باش كنحسبوا لا فريكونس كنهزوا هذيك ليفيكتيف ناخذ هنايا واحد المثال هذه واحد الشركه وهاد الاعداد اللي عندنا هنا تيمثلوا العدد ديال الايام اللي شدوا هذوك العمال ديال هذيك الشركه في الشهر الاخراني ناخذ واحد المثال باش يبان لكم هادشي مثلا هذوك اللي خداو زيرو يعني الشهر الاخراني ما خداو حتى نهار ديال الكونجي هادو النهار ديال الكونجي هادو في الشهر الاخراني خداو يومين ديال الكونجي اذا هذا تيمثل لنا العدد ديال الايام ديال الكونجي اللي شدوا هذوك العمال في الشهر كاينين العمال اللي شدوا 5 ايام كاينين العمال اللي شدوا 4 ايام كاينين العمال اللي شدوا 3 ايام كاينين العمال اللي ما شدوا حتى نهار ديال الكونجي هذا اللي فيكتيف هذا العدد ديال العمال اللي ما شدوا حتى نهار ديال الكونجي 14 هاد 11 هما اللي شدوا واحد النهار هاد 7 هما اللي شدوا يومين وهي غاديه مثلا هاد 4 اربعه الناس هما اللي شدوا 5 ايام ديال الكونجي في الشهر الاخراني دابا كيفاش كنحسبوا لا فريكونس وشنو هي الفائده ديالو كنهزوا القاعده بعد باش كنحسبوا ها هي هادي ليفيكتيف دو لا دوني سور ليفيكتيف توتال كنهزوا ليفيكتيف ديال هذيك لا فالور اللي عندنا وكنقسموه على ليفيكتيف توتال نديروا واحد المثال هذا ليفيكتيف ديال الناس اللي ما شدوا حتى نهار ديال الكونجي باش نعرفوا لا فريكونس ديالهم كنهزوا هذيك 14 وكنقسموها على 40 40 هو لو نومبر توتال ديال هذوك العمال لو توتال ها هو ليفيكتيف توتال ديال العمال كنهزوا هذيك 14 كنقسموها على 40 الا بغينا لا فريكونس ديال هذوك كنهزوا 11 نقسموها على 40 7 على 40 3 على 40 وهي غاديه دائما ليفيكتيف ديال هذيك القيمه اللي بغيتي مقسومه على ليفيكتيف توتال دابا شنو هي الفكره اللي كيعطينا هاد لا فريكونس باش ما كان قريب من واحد تنقولوا بلي راه هذيك باش ما كان قريب من واحد ما يمكنش كاع يكون هو كبر من واحد تيكون ما بين صفر وواحد باش ما كان كبر قريب من واحد تنقولوا بلي راه هذوك الناس كثار هذوك الناس اللي شدوا مثلا ما شدوا حتى نهار ديال الكونجي هما اللي عندهم اكبر قيمه هنا شوفوا معايا هنا من غير هذه ما تشوفوهاش هذا راه التوتال هذا لا هذا راه التوتال شوفوا غير هذا من 0.1 0.25 0.75 تلاحظوا بلي هاد 0.35 هي اللي كبيره فيهم اذا هادو هما اللي تلقاهم كثار هما اللي هما 14 الاخرين راه قلال 11 7 3 1 4 اذا هاد لا فريكونس باش ما كان قريب من واحد تيكون ليفيكتيف ديال هادوك الناس اللي تيمثلوا هذيك لا فالور تيكونوا كثار بالنسبه للبورسونتاج باش نحولوا لا فريكونس والبورسونتاج راه ما درتش كل واحد بوحدو حيتاش بيناتهم هي واحد العلاقه بسيطه هي لا فريكونس كنضربوها في 100 باش نحصلوا على البورسونتاج كنهزوا لا فريكونس كنضربوها في 100 صافي كتعطينا لو بورسونتاج كتساوي لو بورسونتاج صافي اذا لا فريكونس ضربنا لا فريكونس هنايا راه او المهم ماشي مشكل لا فريكونس كنضربوها في 100 كتعطينا لو بورسونتاج نرجعوا هنا شنو مازال ما هضرناش عليه مزيان لا بغيتي تتاكد من هذاك الشيء ديالك واش صحيح كتجمع هادو خصها يعطيوك 100 خصها يعطيوك واحد ولا جمعتي لي بورسونتاج كيعطيوك 100% من بعد دائما فاش تسالي هاد لي فريكونس الا درتيهم فشي تمرين حاول تجمعهم خصهم يعطيوك واحد ولا قراب من واحد 0.99 98 حيت بعض المرات تكون الفاصله ما كتساليش ما يمكنش تاخذ هذيك الفاصله كامله مزيان حتى لهنا نمشيو نشوفوا واحد المثال اخر باش تفهموا مزيان هاد لا فريكونس عندنا هنايا واحد لا سيري ستاتستيك عاوتاني ها هي تخيلوا نتوما شنو كتمثل ما تهمناش شنو كتمثل مثلا نقولوا مثلا العدد ديال الافراد في واحد الحي مثلا واحد الباديه فيها الاحياء مباعدين واحد الحي فيه 34 واحد الحي فيه 4 جوج الاحياء فيهم جوج الناس واحد الدار بوحدها مثلا شي باديه ولا شي حاجه ليفيكتيف دو لا فالور دو شحال هما الناس الاحياء اللي فيهم هي جوج الناس يعني شي ديور مباعدين
جوج يعني عندنا جوج ديال الدور فيهم جوج ديال الناس ولا جوج ديال الاحياء بعدين فيهم جوج ديال الناس اللي فيكتيف هو جوج والطوطال كاينه الثالثه ها هي الثالثه عندك صح الثالثه ثلاثه ولا بغينا لا فريكونس كنهزوا هذيك ولا بغينا لا فريكونس كناخذوا هذيك ليفيكتيف ديال هذيك لا فالور كنقسموا على ليفيكتيف توتال هذا هو اللي كيتسمى لا فريكونس مزيان حتى لهنا غادي نرجعوا للاسئله يا صبر نمشيو للو مود لو مود هو داك ديك لا فالور اللي فيها ليفيكتيف كثير ناخذ مثلا هاد لا سيري ستاتستيك هنا هي لا فالور اللي عندها ليفيكتيف اكبر ايفيكتيف هنايا هي 6 شوفوا هاد 6 هي اكبر ايفيكتيف كنشوفوا هذيك لا فالور هي اللي كتسمى لو مود هادي هي اكبر ايفيكتيف عندنا هنايا انتما كتشوفوا 1 2 2 2 1 4 2 3 اذا اكبر ايفيكتيف هو 6 هذيك لا فالور اللي كتكون عندها اكبر ايفيكتيف هي اللي كتسمى لو مود هي اللي كتسمى لو مود إذن لو مود هو لا فالور دو لا فاريابل لا بلو فريكونت شنو هي لا بلو فريكونت هي اللي متردده بزاف دو لا بوبولاسيون ايتيدي اون دوتغ تيرم دون اون ديستريبيسيون ستاتستيك لو مود اي لا موداليتي دو لا فاريابل ا لاكيل ايت اسوسيي لو بلو غران افيكتيف او لا بلو غران فريكونس الا كان عندك الفريكونس كتاخذ اكبر فريكونس راه من طبيعه الحال تلقى هذه عندها اكبر فريكونس حيت غتكون 6 مقسومه على ليفيكتيف توتال هاد الاخرين غادي يكونوا 4 على ليفيكتيف توتال 2 على ليفيكتيف توتال 3 على ليفيكتيف توتال اذا باينه واش اكبر فريكونس غيكون عند هادي مزيان حتى هنا لو مود اذا تنتو هذيك لا فالور اللي عندها اكبر ايفيكتيف 3 سالينا منها لو مود مشيو لا موين كيفاش كنحسبوا دابا لا موين راه كلكم كتعرفوا تحسبوها غير من انطلاقا من المعدل ديال الفروض مثلا جبتي في الفرض الاولاني 13 جبتي في الفرض الاولاني 7 الثاني 17 جبتي في الفرض الثالث 20 باش تحسب لا موين اش كدير كتجمع هذيك 13 مع 5 مع 17 اللي قلت مع 20 وتتقسمهم على العدد ديال الفروض اللي هما 3 حتى هنا فاش تكون عندك واحد لا فالور تيكونوا عندك لي فالور هنايا بغيتي تحسب لا موين ديالهم غير خصك ترد البال لي فيكتيف حتى هاد 14 الى لقيتي هنايا جوج يعني راه 14 معاودة جوج مرات خصك دير 14 في جوج هاد الفيكتيف يعني نرجعوا الاسئله زيان غير تبع معايا دابا التنسالي باش يبقى الفيديو مشغول نرجعوا للاسئله ونعاودوا كلشي لا فالور هي 14 فاش تلقى الفيكتيف هنايا جوج يعني هاد 14 راه معاودة عندك جوج مرات هنا فاش كتلقى لا فالور هي 17 وهنايا 5 يعني هاد 17 راه معاودة عندك 5 المرات يعني فاش تبي تحسب انت لا موين اش خصك دير تجيب هاد 14 تضربها في جوج وتهز هاد 17 تضربها في 5 وتهز هاد 20 تضربها في 11 نديرو واحد المثال بسيط باش تفهموا عاد نرجعوا لهاد المثال حيت هذا كثيره فيه الهضره بزاف نديرو داك المثال ديال قبيله اللي قلنا جبتي في الفرض الاول 10 جبتي في الفرض الثاني 15 جبتي في الفرض الاخر 20 ياك الا قلت لك حسب المعدل ديال هادو شنو غدير كتجمع هذا زائد هذا زائد هذا وكتقسم على 3 حيتاش عندك هي 3 الفروض كتقسم هذا الشيء على 3 هذا واحد المعدل سهل ولكن شكون كيكون عندك واحد المعدل كبير ديال شي حاجه كبيره من غير كاع الفروض تخيل مثلا انت عدتني العدد ديال السكان في واحد الحي عندنا 14 واحد الحي فيه 14 جوج احياء هادو فيهم 14 واحد 14 ديال الناس هادو خمسه الاحياء فيهم 17 واحد هادو 11 ديال الاحياء فيهم 20 واحد في كل حي هادو 10 الاحياء فيهم 23 واحد في كل حي فاش تبي تحسب المعدل ديال الناس المعدل اللي غادي يجينا في كل حي يعني الا قسمنا هادوك الناس هزيناهم وقسمناهم بالتساوي على هادوك الاحياء جمعناهم واحد النهار قلنا لهم ما خصش شي احياء يبقاو مجموعين فيهم الناس كثار واحياء يبقاو فيهم الناس قلال غنديروا واحد القسمه بالتساوي باش الاحياء كلهم يكونوا فيهم قد ديال الناس اشنا هي الطريقه باش نحسبوا ما تبقاش تقول لي نديروا بحال الطريقه ديال الفرض نديروا هذا 14 زائد 14 وحده اخرى حيت عندنا جوج ونديروا 17 زائد 17 زائد 17 زائد 17 حيتاش خمسه المرات عاد نقسم على المجموع ديال الاحياء حنا بلاصه ما نبقاو نديروا هكا كنهز 14 هي كنعاودها جوج مرات كنضربها في جوج كيفاش ضربنا هنايا في جوج من بعد كنهز عاوتاني 17 بلا ما ندير 17 خمسه المرات كندير 17 زائد 17 زائد 17 نضربها في خمسه
ونزلو 20 ما عاودوهاش 11 مرة نضربوها في 11، ونزلو 23 نضربوها في 10 شلنا 10 ديال احياء، 25 نضربوها في 6. هذاك هذاك هذا الشيء اللي حسبناه هنايا هو 713 كنقسموه دابا على ليفيكتيف توتال. شنو هو 34؟ هو هذا ليفيكتيف توتال، 2 زائد 5 هي 7، 7 زائد 11 تعطينا 18، زائد 10 تعطينا 28، زائد هاد 6 تعطينا 34، تما جات 34. هذه هي لا موين. نمشيو للخامسه لا شنو هي لا ميديان؟ لا ميديان هي ديك القيمه اللي كتجي الوسط، وسط الوسط ديال هذوك لي فالور الا رتبناهم. نديروا واحد المثال ساهل هنايا باش تفهموه مزيان. الا عندي مثلا نكتب هنا واحد المثال ساهل، الا عندي هادو هما النقاط ديال واحد القسم مثلا في واحد الفرض مثلا 12 و13 عندنا فيها 3 مثلا، نديروا شي مثال بسيط باش نسربيو دغيا 13 عاود ثاني، ونمشيو عاود ثاني ل 15 عندنا فيها وحده و16 عندنا فيها وحده. كتستفهم من الصغير للكبير، تكون هذيك لا سيري ستاتستيك اوغتونيك، كتشوف هذيك القيمه اللي كتجيك الوسط هي اللي كتسمى لا ميديان. شنو هي تجي الوسط؟ عندنا دابا هنا 7 ديال لي فالور ياك، 7 ديال القيم الا قسمناهم على جوج تعطينا 3.5، يعني 3 يكونوا لهاد الجهه و3 غيكونوا لهاد الجهه. هذيك اللي كتجي الوسط هي اللي كتسمى لا ميديان. دابا لا ميديان ديال هاد لا سيري هي 13، ولكن حنا فاش كنا عندنا عاوتاني شي سلسله كبيره بحال هكا غادي نديروا نعرفوا اشنا هي القيمه اللي جات الوسط، كنجمعوهم كنديروا هذاك لي فيكتيف كوميلي كرواسون هو اللي كينفعنا في هاد المسألة. كنجيو مثلا كنحطوا 12 شحال عندها في لي فيكتيف ديالها، نحطوا هنايا 12 شحال عندها في لي فيكتيف، عندها جوج نحطوا هنايا جوج، ونحطوا 13 شحال عندها في لي فيكتيف، عندها 3 او ثلاثة ديال 13 اللي كاين، ونهزوا هاد 15 مثلا كاينه وحده و16 كاينه وحده، ها هي وحده وهنايا وحده. من بعد كنديروا لي فيكتيف كوميليك كرواسون، هذاك داك اللي كنزيدوا على بعضياته، نهزوا جوج في المره الاولى نزيدوا عليها 3 شحال تولي؟ تولي 5، نزيدوا عليها واحده تولي 6، نزيدوا عليها هاد واحده تولي 7. هادو هما دوك لي فالور اللي عندنا، هذا لي فيكتيف كوميليك كرواسون. دابا كنجيو كنشوفوا هذيك 3.5 اللي قلنا فين غتجي، ياك قلنا المجموع ديال هادو هما 7، 7 ديال لي فالور اللي عندنا كنهزوا لي فيكتيف توتال كنقسموه على جوج باش نعرفوا النص فين غيجي. النص غادي يجينا دابا في 3.5، 7 مقسوم على جوج 3.5. حنا هنا ما عندناش 3.5، عندنا جوج وعندنا 5، يعني 3.5 تجي بيناتهم، ولكن كناخذوا هذيك اللي كبيره عليها. علاش؟ حيت من هنا 13 شاده من القيمه الثالثه، يعني شاده القيمه الثالثه والرابعه والخامسه، يعني ديك 3.5 جايه مع 13، يعني 13 هي لا تكون لا ميديان. كنجيو كنحطوا هذيك على جوج. علاش قسمنا على جوج؟ باش نعرفوا هذيك القيمه الوسطانيه، حيت لا ميديان كتعطي هي القيمه اللي كتجي الوسط، وسط هذيك لا سيري ستاتستيك. داكشي علاش كنعرفوا باش نعرفوا الا قسمنا على 4 ما تعطيناش الوسط، تعطيك الربع. مثلا واحد القطعه زدتيها وقسمتيها على 4 واش غادي تعطيك النص؟ تعطيك الربع. الا قسمتيها على 4 تجيك هنا، كنقسموا على جوج باش نشوفوا النص الوسط ديال لا سيري ستاتستيك. علاش كنقسموا على جوج؟ مزيان، هذه هي لا ميديان. ندير واحد المثال بسيط هنايا باش تفهموا مزيان. انا 52 هي ليفيكتيف توتال، ليفيكتيف توتال قلنا هو اخر قيمه يكون عندنا هنا، نقسموا على جوج شحال بيعطينا؟ بيعطينا 26. متفقين؟ هادشي داروا هنايا نتوما 52 مقسومه على جوج، غادي نعاود نسطر لكم على هادشي باش يبان. ها حنا 52 هزيناها قسمناها على جوج عطاتنا 26، دونك 52 كتساوي 26 زائد 26، يعني 26 بدات تجينا لهاد الجهه، 26 بدات تجي لهاد الجهه، و 26 بدات تجي لهاد الجهه، ما تبقى حتى قيمه الوسط، حيت هنايا هذا عدد زوجي، هاد 52، ماشي بحال الاعداد الفرديه كتخلي لك واحد العدد. مثلا هنايا خدينا 7 قسمناها على جوج عطاتنا 3 ديال القيم هنايا و 3 ديال القيم هنايا، وبقات وحده الوسط هي اللي كتسمى لا فالور ميديان. لا ميديان
هنا لا هنا تبقى عندنا 26 لهاد الجهه و26 لهاد الجهه. قال لي كون شيرش الور ان نومبر اونتر 26 و 27 ما بين 26 و 27 يعني 6 هذيك اللي غادي تجي ما بين 26 و 27 هي اللي غادي تكون هي اللي غتكون لا فالور ولا لا ميديان. اشنو هي دابا القيمه اللي ما بين 26 و 27 هنايا يعني انتما كتشوفوا لي فيكتيف كوميلي كرواسون ها هي 26 هنا ومن موراها 27 26 جاتنا في 20 ولكن هذيك حيت هاد 38 راه 23 راه شاده من 26 حتى ل 38 يعني القيمه اللي غادي تكون 27 القيمه رقم 27 غادي تكون حتى هي تساوي 23 القيمه اللي من موراها 27 كتكون حتى هي 23 القيمه اللي من موراها حتى ل 38 جميع هاد القيم تيكونوا 23 اذا هذيك ما بين 26 و 27 شنو جاتنا تجينا واحد القيمه ما بين 20 و 23 ما هي 20 ما هي 23 كيفاش كيديروا هنايا لا ميديان في هذه الحاله كتكون هي 20 زائد 23 مقسومه على 2 كننسوا هذيك القيمه اللي جات بيناتهم لا ميديان لا ميديان جاتنا ما بين هاد الجوج كناخذوا حنا هاد الجوج وكنديروا المجموع ديالهم ونقسموه على 2 باش تعطينا لا ميديان. هذا مثال معقد شويه دابا نعاودوا شي مثال بسيط كتفهموا هذا الشيء مزيان. هنايا عاوتاني الا كان امبير هذه هي اللي كتجي سهله الا كان ليفيكتيف توتال امبير شوف معايا هاد لا سيري مثلا ليفيكتيف توتال ديالها هو 95 اجي نقسمو 95 على 2 شحال تعطينا تعطينا 47.5 الا قسمنا 95 على 2 تعطينا 47.5 يعني 47 زائد 1 زائد 47 علاش كتكتبوها علاش تكتبوها بحال هكا يعني 47 قيمه غتكون على اليمين مثلا 47 قيمه تكون على اليسار وغتبقى هذيك لا فالور ميديان الوسط. هذا هو لافونتاج الا كان عندنا ليفيكتيف توتال ان نومبر امبير هذيك لا ميديان تتكون واحد القيمه باينه اللي هي غادي تكون مور 47. نجيو هنا نديروا واحد نحسبوها مثلا القيمه لا فالور ميديان اللي لقينا تكون هي 47.5 نجيو نشوفوا 47.5 فين جات هنايا تجي ما بين 54 و 34 تجي هنا من بين 54 و 34 حنا هاد 34 راه سلاو 102 تلقى هنا مثلا 100 معاودة 7 مرات حداها 101 معاودة 18 مرة حداها 102 معاودة 4 معاودة 16 مرة من موراها غتلقى 103 يعني من القيمة 34 من القيمة 35 من 35 حتى 54 تلقاهم كلهم 103 إذا هذيك القيمة اللي فيها 47.5 ضروري تكون مع دوك 103 يمكنش تكون مع صحاب 102 حيت 102 سلاو في 34 حتى لهنا زربت عليكم باش نسجل الفيديو. دابا أرى الأسئلة يلا نناقشوا دابا حاجة بحاجة بشوية يعني دابا اللي بيعاود الفيديو هي الخلاصة من بعد فاش تفهموا هذا الشيء تلقاو الفيديو مسجل حتى لهنا دابا هاد ثلث ساعة ولا ما عرفت نص ساعة تقريبا تلقاوها فيها الخلاصة ديال هادشي. دابا نعاودو هادشي ونمشيو سؤال بسؤال ولكن سيروا معايا مرتبين يعني اللي بيسول إلا سمعتي شي واحد تيسول ما تدخلش حتى كيسال. يلا نبداو نعاودو من اللي فيكتيف. يلا شكون اللي عنده شي سؤال هنا شكون اللي بيبدا يلا زيد نقول منصف زيد كنسمع قول زيد ليفيكتيف جين فالور زيد ليفيكتيف جين جين فالور دوني سيد ما فهمتوش. مثلا قلنا العمر ديالكم نقولوا مثلا كاينين صحاب 13 عام وصحاب 12 عام وصحاب 14 عام صافي هذيك 12 عام كتسمى فالور العدد ديالكم العدد ديال هذوك صحاب 12 عام كيتسمى ليفيكتيف دو لا فالور. مثلا حسبنا العدد ديال هذوك اللي عندهم 12 عام فيكم نتوما لقيناهم 4 هذيك 4 كتسمى ليفيكتيف دو لا فالور 12 ليفيكتيف دو لا فالور العدد ديالكم العدد ديال هذوك الناس اللي عندهم 12 عام. شكرا سيدا منصف أو تسنوا التسالي
اللي سول قلت لك صافي شكرا يلا شي واحد اخر زياد كاين شي سؤال هنايا ما عرفت واش هنا فاش بغيتي تسول ولا مازال لا استاذ نفوت هادي شكون اللي عنده شي سؤال هنايا هنايا لي فالور ماشي دائما تيكونوا اعداد هانتوما هاد لا فالور دابا لقيناها بلو ياك هادي ماشي هادي ماشي قيمه اذا اللي هنا الى بغيت نهضروا شي شويه على الانواع ديال لي فالور كاينين ثلاثه كاينه اون فالور كتسمى ديسكريت فالور ديسكريت بحال العمار بحال العدد ديال بحال هذاك اللي شفنا قبيله داك الطابلو اللي فيه الاعداد هذيك كتسمى اون فالور ديسكريت ديسكريت والله تنعرفش نكتب مزيان بهذا لاسوري المهم هي سمعوا غنبقى تنكتب كنتعطر لا فالور ديسكريت وكاينه اون فالور كونتينيو بحالاش نقولوا مثلا واحد لوتوروت شادين فيها الرادار البوليس شادين فيها الرادار في هذيك لوتوروت لقاو وبقاو تيحسبوا العدد ديال الطوموبيلات اللي غاديين بيا والعدد ديال الطوموبيلات اللي غاديين ما بين 100 و 110 كيلومتر في الساعه تيحسبوا العدد ديال الطوموبيلات اللي غاديين ما بين 110 حتى 120 دابا هاد ما بين 110 حتى 120 من 110 حتى 120 ماشي قيمه وحده ماشي اون فالور وحده كتسمى اون فالور دي كونتينيو من 110 مثلا حتى 120 حيت فيها بزاف الارقام هذيك الطوموبيله اللي غاديه ما بين 110 حتى 120 ممكن تكون غاديه ب 111 ممكن تكون غاديه ب 112 ممكن تكون غاديه ب 115 اذا فيها بزاف ديال لي فالور هذيك كتسمى اون فالور كونتيني وكاينه بحال هذه اون فالور كريتيري يعني اللون ولا ما عرفتش شي حاجه مثلا نقولوا مثلا كاينين الا قال لك مثلا بتيت تاي غروند تاي مويان تاي هاد بتيت وغروند ومويان ما محسوباش ماشي بحال قال لك متر و30 متر و30 صافي راه باينه هذيك اون فالور ديسكريت وهذه بحال هذه الالوان هادو هما الانواع ديال لي فالور اللي عندنا نعاودهم ديسكريت كونتينيو و كريتيري راه نعاودو نشوف واحد التمرين فيه فينين فيه هاد لي فالور يلا شكون اللي عنده مازال شي سؤال هنايا نفوت ما كاينش سؤال هنايا وقيل شكون اللي عنده شي سؤال هنا شكون اللي عنده شي سؤال هنايا هادشي قلتي ما فهمتيهش زياد ليفيكتيف كوميلي كرواسون استاذ هاد ليفيكتيف كيميري كرواسون عطيك واحد المثال بسيط شتي هذيك الصندوقه فاش كتجمعوا الفلوس ديك استاذ مثلا هزيتي انت في شهر واحد ودرت شهر واحد درتي فيها مثلا 50 درهم جا شهر جوج زدتي 20 درهم شحال ولا عندك في هذيك كامله هذيك الصندوقه كامله شحال ولا فيها 50 مع 20 شحال 70 هذاك عافاك هذاك كيتسمى ليفيكتيف كوميل داكشي اللي تجمع عندك داكشي اللي تجمع عندك هو اللي كيتسمى ليفيكتيف كوميل ليفيكتيف توتال تاع شهر 12 كتبي تحلها نقولوا حنا مثلا كتحلها انت في العام ليفيكتيف توتال ما يتجمع عندك حتى شهر 12 هذاك الشيء اللي تجمع عندك في الاخر العام هذاك ليفيكتيف توتال ليفيكتيف كوميلي هو داكشي اللي كيتجمع عندك في كل شهر مثلا قلت لك شهر 3 شحال وصلتي الا كنتي شاد الحساب في دماغك تقول لي مثلا راه وصلت 80 درهم ما عرفتش شحال نقولوا مثلا وصلتي 150 درهم واش هذيك 150 درتيها في شهر واحد في هذاك الشهر ربعه بوحدو هذاك الشيء درتي في هذيك 150 تجمعات عندك في ربع شهور هذاك كيتسمى ليفيكتيف كوميلي حتى هادو دابا هذه القيمه الاولى فيها ربعه ديال ليفيكتيف ديالها هو ربعه غير العام يعني ليفيكتيف هي اللي ما يعني ليفيكتيف العمليه راه هي هذه اللي كنقول لك مثلا هاد لا فالور ديال 10 فوالا عندنا مثلا
فيها 4 ايفيكتيف ديالها هو 4 كنحطو في الخانه الاولى 4 من بعد فاش كتجمع عندنا عاد ثاني 7 ديال هذيك لا فالور الثانيه ايفيكتيف كيميلي تيولي هذيك لا فالور الثانيه زائد داكشي اللي كان عندنا كانت عندنا 4 كنزيدو عليها 7 تتولي 11 دابا تجمعات عندنا 11 زدت عاوتاني 9 تتولي 20 من بعد عاوتاني 20 كتزاد عليها 3 تتولي 23 هذا هو اللي كيتسمى ايفيكتيف كيميلي صافي فهمت استاذ شكرا شكون اللي عنده شي سؤال اخر استاذ استاذ واش لا فالور هي لو مونطون كتبدل في هذا التمرين هو هي لو مونطون هي هذه بالدولار هذا الشيء هذه مثلا ها هي لا فالور لا بوينتور لا بوينتور هي شحال تلبس في الصباط كاين اللي كيلبس 38 كاين اللي كيلبس 39 كاين اللي كيلبس 40 ديما هذيك الخانه الاولى هي اللي كتسمى لا فالور صافي ولا لا دوني كتسمى اون دوني اون دوني ولا اون فالور يلا شكون عندك شي سؤال اخر استاذ قولي كنسمع رانيا قولي استاذ قلت لك فاش كنديروا ديك 4 زائد 7 وكتعطينا 11 كنجمعوا ديك 11 عاوتاني مع 9 كنجمعوا عاوتاني 11 مع 9 وكنجمعوا عاوتاني 9 مع كنجمعوا عاوتاني 20 مع 3 وهي غاديه حتى كتوصل لي فيكتيف توتال صافي شكرا هي 11 كنجمعوا عاوتاني مع 9 كتعطيني عاوتاني 20 كنجمعوها مع 3 كتعطيني 23 وهي غادي هذيك الخانة الأخرى هي اللي كتسمى ليفيكتيف توتال شي سؤال آخر في ليفيكتيف ليفيكتيف وهذا الشيء اللي فيه ثلاثة الأنواع درنا ليفيكتيف توتال هو المجموع العام ليفيكتيف ديون فالور كل فالور بوحدها كتكون عندها واحد كيكون عندها واحد ليفيكتيف شحال من مره معاوده ولا شحال من مره مكرره هذيك لا فالور و تيكون ليفيكتيف كوميلي هو اللي كيبقى تي اجيو نديرو ليفيكتيف كوميلي هنايا يلا ديروا معايا ليفيكتيف كوميلي اش غنديروا هنايا كنزاو شت ثلاثه مزيان من بعد نجمعوا معاها خمسه هاد الجوج تولي معاها جوج يا خمسه نجمعوا معاها اربعه تولي خمسه خمسة مع أربعة تولي تسعود هاد تسعود نزيدو عليها واحدة تولي عشرة هاد عشرة نزيدو عليها جوج تولي 12 نزيدو عليها ستة تولي 18 عشرين 22 ماشي تسعود واحد جوج هي 22 هاد اللي كنزيدو ماشي تسعود تسعود راه يلا فالو غاديك لي فيكتيف هو اللي كنبقاو تنجمعو يلا شكون عنده شي سؤال لي فيكتيف واقيلا باين نمشيو للحوايج الاخرين نناقشوهم مزيان نفوت لي فيكتيف عمرك تجاف بنادم واخا يقولوا لك الاخرين فاهمين انا ما فاهمش وعاد سول انت تتفهم يلا عمرك تخلي شي حاجه فراسك عاوتاني مبرصطك تقول له راه الا سولت راه يضحكوا عليا ولا واقيلا هذا السؤال اللي غادي نقول راه باين ما كاينش شي سؤال باين اللي ما عرفتيهاش سول عليه راه اللي خليتيها في دماغك عاوتاني كتبان في الفروض ماشي عاوتاني لهذوك لي تيست كاع الحاجه اللي خليتيها في دماغك ما فهمتيهاش وحشمتي قلتي لا الا سولت هذا السؤال يضحكوا عليا هذا السؤال راه بسيط كاينش الضحك هنا ابسط حاجه ما فهمتهاش ما فهمتهاش ما عندي ما ندير صافي استاذ استاذ لي فيكتيف توتال مالو استاذ ما فهمتيش اصلا لي فيكتيف توتال هو اللي كيتجمع في الاخر تبقى تجمع هذاك كوميلي تبقى تجمع هذاك كوميلي هذاك الاخراني اللي تيكون هنايا هو اللي فيكتيف توتال هو المجموع ديال القيم هو اللي تيكون اللي فيكتيف توتال هو المجموع ديال مثلا باش تحسب انت اللي فيكتيف توتال هنايا ديال هاد لا سيري ستاتستيك اللي عندنا هنا تجمع هادو تقول لي ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 ها 7 ها 8 ها 9 ها 10 ها 11 ها 12 ها 13 ها 14 ها 15 ها 16 ها 17 ها 18 ها 19 20 21 22 23 هذا هو لي فيكتيف توتال المجموع ديال هذوك القيم اللي عندك تما
شكون عندك شي سؤال اخر استاذ؟ يعني قالوا لي ان نحسبوا ليفيكتيف توتال غادي نحسبوا بعدا ليفيكتيف كوميلي. ماشي بالضروره، ماشي بالضروره نحسبوا لي نديروا ليفيكتيف كوميلي نزيدوه في الجدول. الا قالوا لنا نديروا الجدول ديال لي زيفيكتيف كوميلي راه باين كيقولها هو كيطلبها، كيقول لك ديروا الجدول ديال لي زيفيكتيف كوميلي كرواسون او ودير ديك الساعه داك الجدول. الا قال لك غير ليفيكتيف توتال يكفي تجمع هادو بلا ما تبقى دير ليفيكتيف. استاذ شي سؤال اخر؟ اه قولي لي عثمان. استاذ كيفاش كنديروا ليفيكتيف كوميلي ديال ديك الخانه الاولى؟ هو نيت ثلاثة. اه صح، داكشي اللي تجمع عندك. راه عطيتكم مثال بهذيك الصندوقه ديال الفلوس الشهر الاول، اشنو باش غتبدا؟ تبدا بزيرو، كتبدا بهذاك الشيء اللي عندك في هذاك الشهر الاولاني. قلت لك شحال عندك في الاخر الشهر، كتقول لي شحال عندي داكشي اللي جمعتي في هذاك الشهر الاول. اه صافي شكرا. شكون اللي عنده شي سؤال اخر؟ يلا نفوتوا لي شي. قولي استاذ. استاذ كنسمع قولي استاذ. دابا بينا نحسبوا الفيكتيف، كنحسبوا 3 زائد 2 زائد 4 زائد 1 حتى كنكملوا. هذاك لي فيكتيف توتال، توتال كيتسمى توتال الاجمالي. داكشي اللي قلتي. صحيح داكشي اللي قلتي. صافي شكون عندك شي سؤال اخر؟ فوتو راه كلشي مبني على هاد ليفيكتيف. الا فهمتي ليفيكتيف راه الاخرين، راه الكونيكسيون عندك زياد، راه ياك الاخرين كتسمعوا مزيان. راه الكونيكسيون بعض المرات تتمشي وتجي. يلا نزيدو نمشيو لجوج لا فريكونس، نمشيو لجوج. يا شكون اللي سجل شي سؤال هنا؟ استاذ قول. استاذ بالنسبة لا فريكونس سو فورم دي سيمان، سير بني حولها الفريكونس سو فورم دو بورسونتاج. بلاتي سير السيد. لا فريكونس سو فورم ديال السيمال بينا نحولها لا فريكونس سو فورم دو بورسونتاج. اها كنضربو مالها؟ ايش هي السيد مالها؟ واش كنضربو ل 100 باش نحولها الفريكونس سو فورم دو بورسونتاج؟ كنضربو في 100. اه كنضربو في 100. لا هي لا فريكونس كنضربو في 100. بلاتي نحولو هاد لا فريكونس، راه نقشاتني في دماغي شوفي مكتوبة. شنو قلنا؟ لا فريكونس صافي كنضربو في 100 باش نحولها البورسونتاج. شكون عندك شي سؤال اخر؟ استاذ ممكن تعاود هاد لا فريكونس شوية؟ شنو غنعاود بالضبط؟ شنو اللي ما بينش؟ مش مبقاش نعاود كلشي عاوتاني. استاذ هي الشرح ديالها؟ راه هي راه الشرح راه فيه بزاف. اشنو لا القاعده ولا القاعده باش كنحسبوها اشنو هي؟ اشنو هي القاعده؟ خاص بري واحد الشيا باش نقد هادشي لا فريكونس نحيد بعدا هادي راه نوقش هادي في والصد راه خرج هادشي. استاد استاد راه كناش كنشوفو استاد. ياك كنسمع كاين شي سؤال؟ عرفت شوف نحبسو كاع السجال هنايا ومن بعد الاسئله سولو. راه تيكون الفيديو طويل راه ما تيدوش ليا. Arrêtez l'enregistrement.